احمد الفهد. فهد، انا ملاحظ ان انت وايد متاثر بالسياسه نوعا ما. بدايه اللقاء دخلتني في السياسه، وجد قلت لك عن الصحافه العربيه والبيست كوبي، دخلتني ايضا في السياسه رغم انها صارت حتى ان عقب. لكن يبدو ذلك انهم السياسيين يتحكمون فيكم وايد في الرياضه الكويتيه، في الكويت تحديدا. لذلك المنشآت للحين ما استكملت، قانون الاحتراف، قانون التفرغ، حتى يعني أنت شخصياً أعلنت في 2011 إذا ما خاب ظني أنك راح تجنس بعض اللاعبين اللي يستحقون بالفعل مثل الهد العنسي. أمورك واقفة، ماشي في الرياضة الكويت. يعني مو أموري بالأخير، هذه رياضة الكويت وليس أمور أحمد الفهد. ولكم تديرونها يا عيال الشهيد، خلينا نتكلم كحق أو كواقع. أعتقد إذا في مشكلة على الآخرين لأن يديرونها فلان وفلان ما يدعمون عيالهم، هذه مشكلتهم مو مشكلتنا. احنا مشكلتنا باللي نقدر عليه راح نخدم بلدنا ونخدم رياضيين. الجزء السياسي من هويتي ما يمكن انا ابخسها ولا يمكن انا الغيها، فظل من يعني من غير شر يعني احد ابناء الاسره اللي تشرف الانتماء لها، بالاضافه الى تواجدي في عالم السياسه في هذا الجانب. ايضا في نفس الجانب الاخر، مشكله دخول السياسه على الرياضه هذه مشكله عالميه وليس فقط في الكويت. ولذلك يعني بهذه الكاركترين، بالرياضة من غير سياسة، وأظل أملك هويتي السياسية. في الكويت في بخس لحق الرياضيين بشكل كبير ما في شك، يعني لدينا من الإمكانيات الكبيرة اللي ممكن أن يعني تنهض رياضتنا. اللي عارفه أن يعني ولاة الأمر ودهم الكويت تفوز، يبون الناس تفرح، لكن مو أصحاب اختصاص. لكن نفس الوقت احنا بلد ديمقراطي، والبلد الديمقراطي تمشي صناديق الانتخابات تلعب دور أساسي في تشكيل هويتنا السياسية. البرلمان جزء أساسي، والدستور الكويتي وثيقة نفتخر فيها ككويتيين. لكن أعتقد أن هذه التركيبة السياسية تجعل أحياناً من لا يستطيع أن يصل إلى الرياضة من خلال قنواتها الديمقراطية الخاصة في الرياضة يفش قلة. إذا استطاع أن يصل من خلال الرياضة إلى السياسة يفش قلة في هذه الرياضة. نعتقد هذا نوع من الصراع أوجد. من تقصد في كلامك؟ مو شخص واحد، ما أتكلم على شخص واحد، أتكلم على سيستم أوجد هذا النوع من 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 ترى على فكرة إذا كنت تتكلم حق الأستاذ مرزوق الغانم مثلا. لا أنا أقول لك مرزوق هو صغير، مرزوق آخر ما جاءنا من الرياضة. لا أنا أتكلم من أيام الوالد، ما أتكلم بس اليوم. أنا أتكلم يعني هذا الصراع اللي يعني إيه، لأن مرزوق الغانم تقريبا أعطاكم مجال للرياضة خلاص مصر. هم اليوم له دوره وله واجباته وله حقوقه في المجتمع الكويتي. سنتكلم يعني توه في المرحلة الأخيرة. نتكلم على هذا النوع من الصراع مو جديد على الناس. بس هذا الصراع في ضحايا. متى ضحايا الشاب الكويتي؟ يعني هذا احنا نقول يعني احنا متى هذا الكلام يصير في الكويت يعني؟ طيب السؤال، احنا من ايام احنا واصلين كاس العالم يقولوا ما يبنى نتائج، وين بالثمانينات احنا نجيب كارلوس البرتي يقولون هذا كلام فاضي، واللي صار احسن مدرب بالعالم، احنا نجيب فيليب لويس يقولون هذا مدرب كراجات، اللي صار احسن مدرب في العالم.